وزير التربية والتعليم أن الوزارة قررت مد فترة البرنامج العلاجي للقرائية حتى سبتمبر المقبل نظرا لتحقيقه طفرة في المستوى العلمي للطلاب، موضحا أن الوزارة قررت عقد امتحان تشخيصي للطلاب أواخر أغسطس الجاري. وأضاف وزير التربية والتعليم أن الطلاب يؤدون امتحانات الدور الثاني 24 من أغسطس والذي تم تأجيله بسبب تطبيق البرنامج على أن يستكملوا البرنامج العلاجي للقرائية ويعقد لهم الامتحان الشخصي آخر أغسطس. وأوضح وزير التعليم أن الاختبار التشخيصي سيحدد مستوى الطلاب ومدى إجادتهم للقراءة والكتابة. ونروح بقى